برنامج أهلا شيف برعاية ما يكفيش أن عرفنا نخدموا الأرض باش تعطينا من كنوزها، ما يكفيش أن كبرنا لازم نقعدوا ديما محافظين على الوصول. ليبيدور هي الأصل. بنة الركشة ما تحلى كان بحويجة سخونة، فانواز تودكم بشوكولا شو بنين وينسيك في البرد. فانواز حلوة منك. قريت لإسعاد كل بيت. أوكويستو كويزيني كوم ان برو. يا عارفي التعمير طار بينا راهو شيء يدوخ. إيه يا عارفي نشري لك حاجة من التعمير. التعمير عسلامة ومرحبا بكم في حلقة جديدة من أهلا شايف. دونك اليوم معنا دو جمال إمينة وإميرة، راكم سيغ تعرفوهم سيغ انستغرام، دو بلوغوز كولينير خويت ياسر محليهم ياسر مهدينين. مرحبا بكم. مرحبا بك إميرة. حاسيلو لطاولة نجم تنشدني هي إميرة ولا هي إمينة. بغيف ندخلو في الفيف دو سوجي. شنو باش طيبوا لنا اليوم؟ عندنا حاجة سهلة على الأخر اللي هي لازانيا. نعملوها حطيني باش نعملو لازانيا باللحم مفروم. نتي على لوتنتيك هذيك بلا اي شنو باش نعملها ولا باش تعاونها اليوم؟ باش نعاونها وباش نعملو الديسير صمصه حاجه بنينه على الاخر. دونك تبعونا تحبوا نبداو؟ هاي نبداو. مي دونك نشوف تعمل الصوص الحمراء وهي صوص بيشاميل، كيفاش باش تقسموها؟ باش نقسموا اني باش نعمل الصوص الحمراء واني باش نعمل بيشاميل. هكا انتما في الدار تقسموا كي نبداو باش نطيبوا مع بعضنا. اي نقسموا وما صحتوا على بعضكم. مسات اليوم في اهلا شيف لازاني على فيون داشي. باش نستحقوا لازاني ليبيدور 50 غرام فرينة ليبيدور، فيون داشي زيت زيتون كونكاسي دو طوماط ثوم بصل بابريكا 50 غرام زبدة كيس حليب نواة موسكات فرماج غابي ملح وفلفل أكحل. باه هاي جينا. باه نحطو نشعلو الغاز تاع دونك نحطو زيت ثوم بصل وانتوما طيبوا اللحم مفروم وحده ولا طيبوا في الصوص؟ نطيب اللحم مفروم وحده والصوص وحده والبيشاميل بيان سور. البيشاميل بيان سور وحده. توا نبداو نحطوا الثوم. دونك كيفاش بدا لكم هكا؟ كيفاش خليتوا الشوا تخدموا بعضكم في انستغرام؟ والله من الاول اني وليت نسكن في تونس وهي في سوسه. صعيبه راهي سيباراسيون. صعيبه هي صعيبه. ما معروفين فما انيان من داخل تحاش. دونك لقيت روحي في تونس وهي في سوسه نربيو في صغارنا. جينا هكاك اللي غرام ولينا نصوروا ونطيبوا ونهبطوا وكذا. تبارك الله العبيد تبعتكم برشا دي بلا. دونك كوني حاطين الثوم. نحطوا الثوم. نقليوه ومن بعد نزيدوا طماطم بولي. توا نحطوا الطماطم. دونك كوني حاطين فو طوماط كونكاسي. دونك كنت مغرومة بالبانتور دابري سكو جو كونكري، شفت في الانستغرام شوية. دونك ملي انت صغيرة كيفاش جاك الغرام؟ باش العبيد اللي تفرج فيك تزيد تتعرف عليك. مغرومة بالبانتور ملي اني صغيرة، نحب بالبانتور، نحب دوز اي حاجة ارتستيك حاسيلو. نبدأ تبدا في الدار وحدك تعاون. دونك هو دوميني ديجا. خذوا لي تابلو نتاعها سورتو. هو حتى التطيب راه وسيت ان اخ، مش اللي معناتها يصور ولا هي تصور وتطيب الباهي ومعناتها لمتهم. لمتهم و غرام هو راهو. معناها صبر سورتو بانتور لازم برشا صبر. أنتخ طان خليني نمشي نعمل الصوص بشاميل نتاعنا. صحيتك. حطيت 50 غرام حاجتي بمغرفة 50 غرام زبدة. نحطو 50 غرام طحين. نحطو الزبدة من الأول تذوب تذوب الباهي ونحطو معاها الفرينة. الفرينة
اللي تشد روحها وتولي بات. صحيتك تشد روحها وتولي بات، وقت اللي نحسوها غميقت شويه وليت هكا دوغي شويه، نحطوا كيس الحليب نتاعنا ونفوحوا بنواد موسكات. فوح على الاخر نواد موسكات لازم نواد موسكات صوص بيشاميل. شويه فلفل اكحل وشويه ملح وفلفل اكحل فوالا. يعني نجم مع الـ مع الـ في الساس نتاعي ديما الصغار نجم نغشها، نحط السفنيريا تبدا غابي ونحط هي لا فري روسيت تبدا بالسفنيريا والكلابس. اما زيدة تولي الصغار كلها منفعه وبيجي بيان سور ديما نخمو سورتو في ماكله الصغار بلوس دو ليغوم برشا خضره. دونك كيفاش توافق تاع بين انستغرام وصغار ودار وبانتور؟ ريتو المرأة التونسية اش تعمل مش دا دار. والله واحد يبدا يعمل في حاجة بغرام يبدا مغروم معناها يلقى الوقت يلقى تو لازم تجي من نقول اورغانيزاسيون فو اتر اورغانيزي. تعمل بروجرامك من الاول تقول راني اليوم باش نعمل الحاجه الفلانيه والفلانيه. تكتب لازم تكتب. صحيح تكتب حتى في التليفون اليوم باش نعمل هكا 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 تعملها فوالا. اي سورتو بالصغار لازمهم برشا لهوة. والحقيقه سي با فاسيل، ربي فضلهم وما يحرم ربي حتى ماما. توا بعد ما غميقت شويه وليت دوغي شويه نحطوا كيس الحليب نتاعنا. هي ما الحليب يبدا تشاد سخون شويه ولا ديفي وبرا معناتها بالتمبيراتور نتاع ما يبداش بارد على خاطر كي يبدا بارد تتحل البات. احنا توا الصوص نتاعنا زدنا فيها طماطم كونسونتري وزدنا فيها الرند ولي زيبيس ملح فلفل اكحل فلفل اكحل. طيب مقرونه معناتها اما تكون محلوله اكثر ما تبدا جيري فوالا تبدا جيريه. باهي وهوني تحب نبدا في الحما كروم ومن بعد نبداو في الحما كروم. لازمنا شويه زيت وصفر. سميره حلي الغاز هيكا البيشاميل باش نزيدوها الملح والفلفل الاكحل والنواد موسكاد نتاعنا ياسر تبنى. طبعا مينا ماشي بلوس سكري ولا سالي؟ سكري اكثر. سكري اكثر هو اللي فيه طعم اكثر. انا نقول سكري طعم اكثر خاطر قد قد الحكايه ديما لازم قد قد ولازم غلطه صغيره شويه اكثر سكر سي تمشي الوسط. واميرة شاد عليك السالي. اميرة الاكتريا سالي سالي اكثر. توا نحطوا باش نحطوا اللحم تاعنا وحده في البصل. اي نحطوا شويه زيت شويه ما نحطوش برشا زيت على خاطر هي اوكويستو الكاسرونات نتاع اوكويستو ما يلصقوش. اذا ديجا في داري نستعملهم كاين هما حطينا في داري نستعملهم كاين هما دونك ما نحطوش برشا كاسرونات زيدي راهو. ايوا برشا نسى ياخذوا فيهم الزهين. بالحق طياره على الاخر عندهم سيراميك زيد مزيانه على الاخر لينا. توا نزيدوا الحما فروم تاعنا طاقم من خفيف الاكحل. اي وديما نقعدوا نحركوا فيه حسينا هوني ابري 300 غرام في الحما فروم. ريحة بنينة طلعت ريحة بنينة على الاخر. واحد بعد رمضان وسيم توا شيء. والبصل والثوم يخرجوا هكا شوية المغياج مع اللحم جي حاجة بنينة على الاخر. هذيك علاش ديما نحب اللحم نفوحو وحده. فما برشا عبيد يحطوا اللحم مع السلسة. انا نقول ما كل واحد يطيح وكل واحد بعد نخلطوهم يعني ديما نقعد نزيد في الصوص فوق اللحم. بنينة على اللازانيا نبيعها بنينة برشا برشا برشا. حسيت له اللازانيا باغمي لي اول لي بلا اللي بديت نتعلمهم خاطر اكثر حاجه نحبها. حطينا في الصوص بعد العرس.
بعد العرس وبعد صغار تولي اللي معناتها صغارك هما يطلبوه، انت تولي تبدا فرحانه تعمل في الحاجه هذيك وما الحاجه اللي يطلبوها هما معناتها. اللي فما حاجات تلقاك قبل تقول امبوسيبل، الحاجه هذيك صعيبه وامبوسيبل باش نجم نعملها وكل. دونك احكي لنا شويه كيفاش تغرمتوا بالكوجينه اون بلوس الزوز وتويمه وكل شيء وتحبوا الكوجينه. هي اميره ملي احنا صغار كيما قلت لك مغرومه بالكوجينه، اني ما كنتش مغرومه بالكوجينه الحقيقه. والله لقيت روحي عرفت الحاجه اللي واحد تبدا اوبليجي باش يعملها هكا باش يعملها باغ اوبليغاسيون وكل شيء. قلت علاش ليه ما نوليش نحبها واني مغرومه هكا نزين، معني من قبل نحب نزين. هي ارتيست انت كنت عملي تابلو كما قالت اميره لا كوزين سي ان ار. اي حاجه راهو واحد باش يعملها لازم تبدا معناها فاغامور ولا دونك قلت علاش لي. كي اميره بديت هكا من الاول هكا تهبط في تصاور سو انستغرام وكل شيء اونتر بارونتيز قبل مش في بالي اني لعبت الكل معناها ناس كل حتى اللي ما يحبش الكوجينه يعرف يطيب. دونك يسالونا هكا من الاول على اول ما بديت اميره تهبط سو انستغرام يبداو يسالوا اميره كيفاش كل حاجه كيفاش كل حاجه. نقول لها كيفاش من فما لا دوموند يعني بلا بلا شفتوا العباد اللي عايشين البرا راهو يبداو يتبعوا في فما دي زيتيديون فما برشا 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 يبداو يتبعوا فينا كيفاش عملت كل حاجه هيك. اي فوالا كيفاش عملت كل حاجه هيك وكا ومن مش في بالي عرفت كلي نقول كي نهبط هكا على الجو برا هكا بقيت العباد. والحقيقه ملي احنا صغار ما صنيفه على الاخر ما عندها تطيب ياسر بنين ما وخليتي صنيفين كما يقولوا كب الطنجر على دونك تعلمنا عليها توا. والساس قاعده تطيب على روحها نهزو من الساس نحط في entre temps حلينا الفور 180 degrés ولا 200 180 ودي ما لازمك تغطيهم لي لازاني بالبابي الو باش ما تحرقش من فوق. دونك بيشاميل حضرت البيشاميل حضرت سي بون حضرت مريقله نبداو نعملوا الواحد كيما نحطوا البيشاميل من اللوطه ديما نحط الاكثريه نحط صوص من اللوطه انا بون ديما نحط البيشاميل نقول باش تبدا حتى من اللوطه شد روحها كي تجي بس نحط برشا صوص من اللوطه باش الوريق نتاع اللازان اي الوريق نتاع اللازانيا تشرب الصوص هذيك ونشخشوها شويه دي فرماج نخلطوا اني ديما ما نحطش حاجه بركه معايا ردينا 3 4 اي قد ما تزيد لي فرماج قد ما تزيد تشخشخها قد ما تزيد افا الفرماج سي بيان سور بيان سور. توا نبداو نحطوا الصوص نتاعنا ونزيدوا فوقها اللازاني نزيدوا فوقها اللازاني. دونك هاكم شفتوا راهم لي لازاني خاطر العبيد ديما يتحبوها غوسيت صعيبه ولا تاخذ برشا وقت غير الماء والنار. باش نعمل صمصه بالبيستاش والنوازيت انغوبي بالشوكولا ملا جو. دونك نقعدوا هكا ماخذين ايدي اللي هي كما قلت انت صعيبه على الاخر و تاخذ وقت حتى تحضيرها نتاعها سهل معناتها ما حاجتنيش برشا خضره باش تقعد حاسه. آه.
نحكي لي اميره عاد انت مشيت لتونس توا خليت امينه صحيح ولا توا هي في سوسه وانت في تونس ونعرف حاجه دابخي الطب وكل يقول لك لي فري جومو معناتها توما دي فري جومال ديما فما ان ليان تتوحشوا بعضكم تحسوا ببعض كيفاش عامله في الشانجمون هذا؟ الله غالب صعيب طلعت نسكن في تونس من الاول كنت ديما كل جمعه نهبط توا الحقيقه اقل شويه بالصغار واحد تكون معناتها اصعب اما ديما ما بعضنا في تليفون ديما ما بعضنا ملي نقوم على الصباح واني نحكي في تليفون معاها وبالحقيقه لك لو ليان ما بيناتكم جان كيما قبيله حكيت لي قلت لي مشيت اون فواياج درا شنو صار لك اخي اختك بالديكالاج حست بيك وكلمتك اون فيت احكي لهم انت خير من الاول قبل ما كناش نحسوا معناتها كي كنا نعيشوا مع بعضنا ما كناش نحسوا كل ياسر نقول هاي صارت حاجه ولا هكا قلبي عرفت كلي قلبك يتقبض ولا حاجه كذا فما حاجه سافا با يا اخي من بعد كيف بعدنا على بعضنا هي وليت في بلاصه واني في بلاصه ولينا معناتها كل حاجه تحس بها نحس هكا اكثر من قبل برشا وكهم توا استنسنا شويه اما ملي نقوم توا استنسنا اما ملي نقوم مع بعض يعيشك باهي دونك لازاني تاعنا بريسك حاضرين نحطوهم في الفرن نزيدو ديما نحب نعمل الكوش الاخرانيه كي نحطوا لي لازاني في الفوق 45 مينوت هكاك ابوبخي دونك توا كملنا الغوسيت نتاعنا باش نحطوها في الفوق 45 مينوت ا 50 مينوت ونتعداو لستمتع مع امينه اميره ا توتالور